وفي السياق، قال المعاون الأمني ربيع فارس أنه تم تبليغ جميع قيادات العمليات وكافة الأجهزة الأمنية منع تنقل الأغنام من باقي المحافظات وفقط يكون داخل المحافظة، مشيرا إلى اجتماع غرفة العمليات لمكافحة ومنع انتشار الحمى النسفية، وأكد على رفع حالة التأهب في جميع دوائر المحافظة لتفادي هذا الخطر ورفض الالتفاف على القرارات بشأنه بوصفه خطرا على الصحة العامة، مضيفا أن المتابعات ستكون شاملة في الأيام المقبلة.